كثرة المساس تقل الإحساس. يعني الواحد اليوم لو رأى متبرجة هل يستنكر؟ والشارع كله متبرجات أو كثير من المتبرجات. والذي رأى الربا سمع فيه هل يستعظم ذلك؟ ما يستعظم ذلك. بل اليوم الناس يطالبون بإسقاط القروض. القروض أي شيء أصلا؟ ربوية. ربوية. ما الآن ما يتكلموا عن أصل المشكلة، وأنك لماذا استبحتم الربا أصلا؟ لماذا أخذتم قروضة؟ قروضة إيش؟ بالربا. الربا حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال سواء. المرابي هذا محارب، وهذا لا يستطيع أن يرابي ما لم يأتي منهم إيش؟ من يستقرضه. فالإثم على من؟ على الطرفين، بل حتى على الكاتب وعلى الشاهد. كونها اسقطوها أو لا تسقطوها الأمر ليس لي. حتى أنت مش مع إسقاط القروض يبقى لست مع إسقاطها، ولست مع عدم، ولست مع عدم إسقاطها. أصل الأمر ليس لم يوسد لي، يعني لم يوسد لي حتى. يعني انتظروني الحين بس سالم الطويل يقول إيش؟ لا تسقطونا، ما راح تسقطونا. إذا قلت تسقطوها من باكر، يعني باكر يعني غدا، ها؟ إيش الكلام هذا؟ بس المعتاد الواحد لازم إيش يتكلم؟ يتكلم في كل شيء، ما يحسن وما لا يحسن، وما له معنى وما ليس له معنى. معنى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حتى الصامت منادي من هذا الناس، لأن إسقاطها هذه مشكلة. ها، مرابي وتسقط عنه، عاصي وتكافئه. طيب اللي ما راب، اللي ما أخذ قرضا لا يأخذ شيء. بل حتى إذا أسقطوها هل هم في القروض سواء؟ واحد ماخذ 100,000 واحد ماخذ 5,000، اسقط عن هذا وهذا ايضا ما حصل عدل. طيب اسقطها، يعني انت ضد الاسقاط؟ انا لا ضد ولا معه، ولست صاحب قرار. اصلا اللي ضد ايش يا اخوان؟ اصل الربا حرام. نقول للناس اتقوا الله، لا تتعامل بالربا. لا موظف، بل الشيخ ابن باز رحمه الله افتى قال حتى المقهوجي. شلون قهوجي؟ يعني صب القهوه في البنك، قال حرام لا يشتغل بها. القروض الربوية حرام، داخلة في لعنة الله، داخلة في حرب الله ورسوله. الناس أخذت القروض لأتفه الأسباب، ربما للسياحة، ربما ليش أخوان يشتري شيئا حديثا من هاتف ولا سيارة ولا يزين بيته بشيء غير حاجة، ليس بالضرورة. توسعوا، صار عادي عادي، كل من ماخذ. ثلاث أرباع الكويت كلها قروض، ثلاث أرباع الكويت كلها حرام. فتأملوا هذا. فالواجب احنا قبل، يعني واحد مرة قال ايش؟ قال شوف عشان اوصلك معلومة، قال انا بسوي كذا، عندي كذا، مضطر، بس مضطر اخذ قد لا حرام. قال يعني شو اسوي؟ حرام شو اسوي لك؟ يعني انا مضطر، انا باخذ بسوي. قلت له انا عندي لك فكرة، طبعا هذا من باب المحاججة. قلت له ايش؟ تاجر في الخمور، طلع ترى بيع خمر. قال اعوذ بالله. قلت له ليش اعوذ بالله؟ قال حرام. قلت ها، والربا حرام ترى، عرفتم؟ مو واحد يخاف واحد يطلع المقطع يقول سالم طويل يقول بيع خمور. يسوونها ترى شياطين الانس والجن، والله ما يخافون الله، عادي. ها عادي. لكن هذا ايش؟ يعني من باب المحاججه، من باب المحاججه. ابراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. بعدين ماذا قال؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي حتى يقيم عليهم الحجة. تبهتم؟ وسليمان عليه السلام ماذا قال؟ تنازعت امرأتان على صبي، فقال هو الصبي للصغرى والكبرى تدعي أنه لها، فقال اتوني بسكينة أقطع نصفين. لماذا؟ كل واحد تأخذ نصف، إذا أقطع نصفين مات. فقالت الأم الحقيقية للصبي الصغرى هو لها عشان ما يموت، الثانية وافقت أن أقطع يعني نص لي نص لك. فعرف سليمان ماذا؟ أن الصبي لمن؟ للصغرى، وهي في الحديث الصحيح. فهذا حتى حاججه أقول له حرام الربا، حرام الربا، يعني كيف يعني كل الناس تأخذ؟ قلت إيش رأيك في مشروع مربح؟ قال إيش؟ قلت بيع خمور، بيع خمور تطلع. قال له أعوذ بالله بيع خمر؟ لا إن شاء الله أعوذ بالله. قلت ليش؟ قال حرام. قلت ها، والربا أيضا حرام، والله ثم والله ثم والله.
كثير من الناس لا يشعر بأن الربا حرام، لا يشعر، بل بعضهم يخرج في الأماكن العامة إسقاط القروض، يعني كان إيش يقول، ترى أنا أحد واحد من الناس اللي إيش تعاملت بما حرم الله، يعتبر عليه أنه هو من وقع إيش في لعنة الله. القائل عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. على يا ليت يستر على نفسه، بل أصبح الجامعات وكليات تدريس كلية ولا قسم اسمه بنوك، يخرجون ماذا يا إخوان؟ موظفين للربا. وين تشتغل؟ في البنك الفلاني، ويتعامل بالربا، والأمر بردا وسلامة. حقا إذا إيش كثرت المساس تقل الإحساس. كان الأمر يعني هين عادي، وبعدين ايش ماخذ قرض، والله خذيت قرض عشان اتزوج، خذيت قرض عشان عادي، ولا كأنه حرام. فالآن نعود حيث بدأنا، الربا كبار الذنوب، من السبع المبيقات، اجتنبوا السبع المبيقات المهلكات. ماذا قال عيسى؟ أكلوا الربا. ومع ذلك الناس بردا وسلاما. أعيد وأكرر حتى لا يفهم خطأ، أنا لست مع إسقاطها ولا عدم إسقاطها، الأمر لم يسد لي والحمد لله الذي عافاني. إذا أسقطوها سيسألهم الله جل وعلا، وإذا ما أسقطوها سيسألهم الله عز وجل، بل وجود النظام الربوي سيسألهم الله عز وجل، سواء كان مرابيا أو متعاطيا أو مشاركا، بل حتى الوظيفة هذه حرام. هذا أبلغ دين الله عز وجل. أما تسقط وما تسقط هذا أمر ليس لي. طيب، إذن هنا